السلام عليكم، سنقرأ قصة نجيم بإذن الله تعالى. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل أبصر وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس، فمسح فذهب عنه قدره وأعطى وأعطي لونا وأعطاه لونا حسن وجلدا حسن. قال فأي مال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر. شكر الرؤيا، فأعطى ناقة فأعطاه ناقة وعشراء، فقال بارك الله لك فيها، فآتي الأقرع فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح فذهب عنه وأعطاه شعرا حسن، وقال فأي مال أحب إليك؟ فقال البقر، فأعطاه بقرة حاملة، وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري، فأبصر الناس، فمسح فرد الله إليه بصره، وقال فأي مال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدة أنتج هذان ووالد هذان، فكان لدي لي هذا والولد من الإبل والهذا ود من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى بصر الأبرص في صورة ويأتيه فقال رجل مسكين انقطعت به الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إن الله ثم اليوم إلا الله ثم بك، وأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال وببعير أتبلغ به في سفري؟ فقال لا
لحقوق كثيرة، فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقال: فأعطاك الله جلدا حسن. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرا. فقال: إني كنت ذا كذا كاذبا إن كنت كاذبا في دعوك فصيرك الله إلي، وما كنت أوتي الأقرع. وأتى الأقرع في صورة يهيئت، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد على مثل ما رد هذا، فقال: إني كنت ذاهب فصايك الله إلى ما كنت أتى الأعمى في صورة وهيئت. فقال الرجل: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الأحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وأسألك بهذا رد عليك بصرك شاة تبلغ بها في سفري، فقد كانت أعمى، فقد كنت أعمى، فرد الله لي بصري إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإن ابتليت. قال: رضي الله عنك، وسخط عن أصحابك. السلام عليكم.